انا معايا دلوقتي الدكتور مينا معايا على التليفون على زوم من المنيا. دكتور مينا مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اولا يعني ناخد كده يعني اسئله اساسيه في الاول، حضرتك نشرت البحث ده فين؟ البحث نشر اول امس في مجله اسمها Expert Review of Anti-Infective Therapy، العربي بتاعتها اراء الخبراء او اراء خبراء علاج الامراض المعديه، من المجلات الهايلي ريبيتابل في المجتمع الطبي، ليها يعني سمعه طيبه جدا جدا، لا تنشر زي ما سعادتك من الاسم كده الا بفضل من ربنا للناس اللي بيعتبروا خبراء في التخصص وفي الابحاث بتاعتهم. ويمكن اراد الله ان ده البحث يكون رقم 10 باسم ماستر وباسم مينا، وبالتالي المجله دي يعني اعتقدت وبفضل من ربنا ان اصبح هناك ايضا في مصر احد الناس اللي ممكن ينشر بحث عن علاج وبروتوكول جديد لكوفيد 19 في مجال الخبراء بفضل من ربنا يعني. جميل. دكتور مينا، طبعا ده خبر مفرح، خبر مبهج، الناس بتدور على اي حاجه، على اي امل تتعلق بيه علشان نلاقي بروتوكول لعلاج ناجع لهذا الوباء. ايه الجديد اللي حضرتك اضفته في هذا البروتوكول؟ اشكرك جدا دكتور عمرو على الكلمه اللي سعادتك قلتها دي، الناس متلهفه، كلنا تلهفنا. انا منذ عام تقريبا انا كنت في ارض المملكه العربيه السعوديه في جامعه هناك من الجامعات المحترمه، محاطا بمحبه كثيرين جدا 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 من اخواتي هناك. ظهر كوفيد 19 وكانت اسرتي في اجازه في القاهره، وحصل بقى زي ما حضرتك شفت الانترناشونال اير لوك داون، مفيش طيارات لا عارفين يجوا لي ولا انا عارف اجي، والدنيا حالها اتقلب يعني ما قبل كوفيد زي ما حضرتك عارف غير ما بعد كوفيد. فطبعا كلنا متلهفين لعلاج ينقذ ارواح غاليه بمعنى الكلمه، شباب وكبار غاليين واغلى منهم ما فيش. الجديد سعادتك ان من عام بحكم تخصصي انا زي ما حضرتك قلت استشاري اول الادويه العلاجيه بنقابه اطباء مصر وعضو هيئه تدريس الفارماكولوجي علم الدواء كليه الطب جامعه المنيا. الجديد ان الوقت ده انا دي شغلتي الدواء، انا طبيب بشري بعالج المرضى، بس في نفس الوقت انا شغلتي وتخصصي الدواء. فانا قعدت ادور ايه الادويه من عام اللي بان عليها انها جيده لكورونا وايه اللي ممكن يجمعها. فده التخصص، لقيت ان هذه الادويه اللي من عام بيقولوا ان هي فعلا بجد فعاله، ان في ادويه قالوا انها فعاله وما طلعتش فعاله وبفضل من ربنا كنت محذر منها بقالي سنه يعني، وفعلا ثبت بفضل برضه من ربنا ان اللي حذرنا منه كان مظبوط. لقيت ان اللي بيجمع الادويه اللي محتمل انها تبقى فعاله منذ عام هو الجزء المناعي. فمنذ عام في العشر ابحاث اللي ظهرت دي وفضل من ربنا اديهم تحت النظر في مجلات اخرى دوليه ومعتبره وجامعهم باسم مصر حتى من وانا في المملكه العربيه السعوديه، يعني كان في اسم مصر اولا ثم بلدي الثانيه السعوديه. بديت اقول ان هناك اساس مناعي المفترض قبل ما نفكر نعمل حاجه اسمها ريبيربوسنج لان دراج، يعني زي ما سعادتك شايف هو ده فيروس جديد، فايه اللي كان متاح يبدا الناس يجربه. فكان في تجارب كارثيه بمعنى كارثيه زي تجربه الهيدروكسي كلوروكين للاسف روج ليها بعض الساسه بلا حكمه وبلا رويه وساعدهم فيهم بعض، يعني بنقول عليهم اشباه العلماء بكل اسف. وغيره مش بس الهيدروكسيكلوروكين، وفي بقى اللي هو اللي بفضل من ربنا البروتوكول اللي احنا عملناه. البروتوكول ده بدا تدريجي منذ عام في ابريل 2020، كان اول بحث من العشره دول، ونشر في مجله عاليه الترتيب اسمها فارماكولوجيكال ريسيرش كيو 1 في سابقه تايم لاين غريب جدا. قبل ما ينشر في الفارماكولوجيكال ريسيرش كنت بعته لحاجه اسمها منصه اسمها بري برنتس بتنشر مسودات علميه، تمام، نشرته كحاجه اسمها كونسبت بيبر. كونسبت بيبر انا بقدم الاساس العلمي للادويه اللي اقترحتها منذ عام دي ان شاء الله هتفيد، تمام. بحكم ان انا جالي طبعا تليفونات من ناس كثيرين جدا مرضى مصريين يعني في امس الحاجه العلاج، اعطيتهم العلاج اللي هو ايه؟ كلها اف دي ابروف. طبعا سعادتك كويس جدا انك سالت السؤال ده. انا ناشر سعادتك في البحث اللي في اكسبرت ريفيو اوف انتي انفكتيف ثيرابي الاسماء التايتلز بتاع جروبس، تمام، مجموعات متوفره في مصر وغير مصر زهيده الثمن. لكن سعادتك عشان نقول ايه هو، دي غلطه برضو في خلال العام كنت بعيب عليها من بعض الناس، سيادتك يعني اعلامي بنفتخر بيه جدا وانا فخور وبتشرف ان انا طلعت مع حضرتك. ربنا يخليك. بتقدر قيمه العلم،
الدكتور اللي يجي يقول لك دواء كذا، ده مع احترامي ده حاجه في منتهى الغرابه. الدكاتره اللي طلعوا يقول لك دي روشته كورونا، بنقولها باستمرار ما فيش روشته موحده لكورونا. بكتب كده حتى دلوقتي، بقول الدواء اللي بيفيد او مجموعه الادويه اللي بتفيد فلان قد تضر غيره. لكن كلامي كان دايما مع علماء الغرب في الاساس اللي نشروا هذه الابحاث في مجلات طبيه غربيه معتمده معظمها كيو 1 وكيو 2، وفي نفس الوقت مع زمايلي الاطباء المصريين بوريهم. والبحث اللي نشر ده ومنتهى الأهمية، لأنه بيقول ليه كل دواء من المجموعات الثلاث مجموعات اللي أنا بحكي فيهم، ليه كل دواء بيعالج بالفعل كوفيد. وفي آخر باراجراف منشور في هذا البحث بيقول كالآتي، أنه هناك احتمالية لوجود علاج لكورونا تم تجاهله لمدة عام. الجزء الثاني اللي هو حاليا اندر ريفيو في انذر ريبيتابل جورنال، في يعني مجلة طبية محترمة، شارح 37 حاله كيس باي كيس، حاجه اسمها كيس سيريس معروفه في الحاله الطبيه. طبعا كتير منهم اشعاعات مقطعيه، حاجات اسمها ايه حضرتك التحاليل وغيره الى اخره، منهم حالات كانت خطره بمعنى يعني خطوره. فضل من ربنا شارح ازاي ستيب باي ستيب، وازاي ان احنا نفصل الدواء لكل عيان. ده اللي حاليا بيرسوناليزد ميديسن. يعني ما فيش دواء معين يصلح لجميع مرضى كورونا، لكن في أدوية بيجمع بينها زي ما حضرتك يعني أشرت، إنه يعني زي تدخلات مناعية مش كده؟ أنا هدي لحضرتك مثال من يا الأدوية، ريت والله يعني. عشان برضو تبقى الأمور مش غامضة للمشاهدين. منذ شهور طويلة جدا، تمام، من سنة تقريبا، طلع بعض العلماء السويسريين تحديدا، علماء كبار جدا، قالوا ايه؟ قالوا ان مجموعه البروفين واخواته، تمام، مجموعه ضاره لكورونا. والناس بكل اسف شفت بقى مهازل، بمعنى مهازل مع احترامي يعني، بعض الاطباء وغير الاطباء من غير المتخصصين، واغلبهم كان من غير الاطباء، بداوا يكتبوا ايه الادويه اللي فيها بروفين من ضمن ادويه البرد وغيره، ويقول لك شوفوا اوعوا دي بيتها. انا قريت البحث بتاع الجماعه السويسريين ده، وكان منشور في مجله من المجلات الكبرى اسمها ذا لانست ريسبيراتوري ميديسن، و اول نسخه رد عليها كده سميته فضيحه او نصبايا، اسكام بالحرف طبعا. ليه؟ لان ببص على انتم استندتوا على ايه، لقيتهم استندوا على فانكوش بلا مراجع علميه، واللي استندوا عليه مفسرينه غلط. كنت عنيف جدا، لان شايف ناس بتموت، شايف ان ده عك، وانتشر وزير فرنسا ساعتها شارك ما زال لدي وغيره ناس والى اخره، وظل العالم يعاني. الى ان بعد 6 شهور كامله كان كنت لما ابعتها لمجله لقوا اسلوبي عنيف شويه، فيقولوا لي ايه ده. واحد رئيس تحرير قال لي طب معلش اسمح لي ان احنا ايه نطلب منك تركز بس على ايه، يعني سيبك من الناس اللي بتموت، خلينا دلوقتي في ازاي ان دول فعلا غلطانين غلطه شنيعه مجرمين، وهم علماء كبار، وانت مين؟ انت واحد انون في وقتها بفضل من ربنا يعني، من مصر يعني، او من دوله من العالم التالت. واتنشر في مجله اسلام وفارماكولوجي، لان رئيس التحرير راجل من الرجال اللي هم قامات كبيره، وطبعا كلمه ببلش يعني بعد بير ريفيو، تمام، يعني ناس خبراء بصوا ولقوا ان الكلام تمام. ومن ساعه ما اتناشر انا بقول ازاي يعني كل الكلام العلمي موجود، جميل، انتوا مجرمين مظبوط، ومحدش رد. وبعد كده اثبتت الايام، لفت الايام واثبتت الكلام اللي احنا حاليا وسعناه في البحث الحالي ده. طيب دكتور، علشان بس اللي دخل دلوقتي وفتح التلفزيون ويعني لقى حضرتك على الشاشة دلوقتي، يعني نقول ايه بقى؟ عايزين نجمل الموضوع. هل الدكتور مينا ثابت عمل بروتوكول علاج جديد لكورونا ولا لا؟ نقول بفضل من ربنا مصر عملت. مصر ماشي، مصر بنقولها بقالنا سنة، مصر عملت تمام. بروتوكول. هل البروتوكول ده يعني يختلف عن البروتوكول بتاع وزارة الصحة؟ هل وزارة الصحة أقرت هذا البروتوكول؟ سعادتك، يعني طبعا وزارة الصحة أساتذتي وزمايلي، وأنا فخور إن أنا طبيب مصري يعني، تمام، بس مع احترامي وزارة الصحة أنا بأخاطب العلماء في الغرب. ليه؟ لأن زي ما حضرتك إحنا كأطباء عارفين الدنيا ماشية إزاي. أنا بأخاطب العلماء الغرب اللي نشرت عندهم لغاية دلوقتي 10، واللي في البحث الأخير اللي في مجلة الخبراء ده بقول لحضرتك إكسبرت ريفيو أنت إنفكتيف ثيرابي، بقول إن هذا بروتوكول مستشهد بالبحث اللي هو أندر ريفيو اللي بشرح فيه 37 حالة من ضمن حالات كتير، تمام، يعني 37 حالة دول مشوا على البروتوكول وتم علاجهم. منهم حوامل، منهم كبار، منهم أطفال، منهم واحد كان بياخد دواء مسبق. فين يا دكتور مينا؟ نعم؟ فين؟
جميعهم مصريين يا فندم، جميع مصري. مصريين، طيب ده بس كانت من بالتالي الأردن، حضرتك اديت لهم بروتوكول، دي اللي كانت من بره يعني مصر. نعم بالتالي حضرتك يعني انا فهمت كده ان حضرتك اديت لهم هذا البروتوكول يعني اللي هو مختلف عن بروتوكول وزارة الصحة. مختلف عن بروتوكولات العالم كله، لان احنا بنحاكي ان دي حاجه نوفل، بنحكي على ان انا يعني اللي عملوا بروتوكولات بصوره او باخرى يعني مع احترامي كان ضرب وجع. احنا بفضل من ربنا كمصر جميل. امينه قدمنا الاساس اللي ليه هذه الادويه نافعه، وانا دعوت هؤلاء العلماء في الغرب، وطبعا من سنه دعوت الزمايل هنا في مصر ان هم يعملوا حاجه اسمها راندمايزد كلينيكال ترايل. انا ما عنديش امكانيات، ما عنديش فند ولا غيره، لكن يعني انا اي ثينك ان شاء الله سواء بره او جوه الدنيا، خصوصا طب ان يعني دي حاجة كويسة يعني البروتوكول دلوقتي لو تم تجربته وثبت نجاحه. لو السيدة الوزيرة الدكتورة هالة زايد سمعانا ولا ممكن تسمع بهذا الحوار، يعني تطلب منها ايه؟ اولا تحياتي لمعالي الوزيره، يعني انا ما يعني اولا بقول ان في الاول ولا في الاخير احنا كلنا خدام لهذا الشعب المصري العظيم جميل. منها. وبطلب طبعا من، انا اتشرفت ان انا امبارح كنت مع الاستاذ الدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الاعلى للجامعات المصريه، واديته فكره عن هذا الراجل، استقبلني استقبال اكثر رائع يعني يليق بقامه مثله، قامه علميه رفيعه المستوى، اديته فكره عن هذه الابحاث اللي باسم مصر، وربما يكون هناك ان شاء الله قريبا تنسيق ما بين وزارتين الصحه والتعليم العالي، ونسأل الله بإذن الله إن زي ما يعني ما بدينا نكمل عشان خاطر إنقاذا لحياة نعم هؤلاء. بشكرك ونتمنى طبعا وكل العالم يتمنى. شكرا دكتور مينا ثابت، استشاري أول الأدوية العلاجية وعضو هيئة التدريس في كلية الطب جامعة المنيا.